يجب على المسلم الرجل أن يصلي الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة في المساجد. المسلم برون أروى يبير التاسكم بون غزل ويمرو تي إنبه هانن هذا منون هنزا سوى يبير بون غبودا داعاتي موئيسو يبير بيسو ماسيسي داعاتي موئيسو يبير بون غشي بولشين دو جوسميدا. خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. 그 중에서도 새벽 예배하고 오후 예배, 파지르와 아스르 예배는 더욱 그렇습니다. فإذا حافظ على هذه الصلوات المفروضة الخمس، نعم. 만약에 우리가 이렇게 하루에 다섯 번 예배를 같이 모여서 자마 예배를 본다면은 حصل له خير كبير جدا. 엄청난 큰 보상이 받을 것입니다.